القمح هو المحصول الاستراتيجي الاول في مصر، واللي بيلعب دور كبير جدا في سد احتياجات المواطنين الغذائيه. ومن وقت للتاني بتشتغل الحكومه كويس جدا على تحقيق مستوى عالي من الانتاجيه والجوده، خصوصا مع اول موسم زراعي. ده بالاضافه الى استخدام احدث الاساليب التكنولوجيه الحديثه علشان تقلل التكلفه وتزود الانتاجيه. من النوبارية هنبدا معاكم الجوله. ٣.٧ مليون فدان هي المساحة المستهدفة لزراعة محصول القمح في 2024 في كل محافظات مصر، وده لأن القمح يعتبر شريان حياة أساسي والأهم في المحاصيل الزراعية. القمح طبعاً من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، وهو المحصول الأكثر تداولاً بين دول العالم. احنا في مصر كان زارعين السنه اللي فاتت حوالي 3.2 مليون فدان، وبنستهدف السنه دي ان شاء الله زراعه 3.7 مليون فدان. عندنا هنا طبعا منطقه النوباريه احنا زارعين فيها او مستهدف زراعته حوالي 130 الف فدان، زرعنا بيهم بالفعل لحد النهارده حوالي 80 الف فدان. طبعا زراعه النوباريه وزراعه البحيره الاثنين بيتبعوا محافظه البحيره. المستهدف في البحيرة حوالي 310 ألف فدان، مزروع منهم حوالي دلوقتي 250 ألف فدان، فده مستهدف يعتبر من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية مساحة للقمح في محافظة البحيرة. إحنا هنا في مصر طبعا الفدان القمح بيستهلك مية حوالي من 2500 ل 3500 متر مكعب مية في الموسم. الدولة عملت السياسة الصنفية أو وزارة الزراعة عملوا السياسه الصنفيه ان هي كل محافظه بيجود فيها اصناف معينه، فعلى سبيل المثال منطقه النوباريه هنا في محافظه البحيره عندنا طبعا السخا 95 والستس 14 ومصر 3 ومصر 4 وجيزه 171، دي اهم الاصناف اللي هنا تبقى للسياسه الصنفيه متبعه فيها. نظم الري الحديثه وطرق الزراعه الحديثه دي برضه سهلت في الحكايه ديت، فاحنا عندنا طرق الزراعه الحديثه ان احنا بنزرع دلوقتي في الاراضي اللي بتتروج ري غم الزراعه على مساط، وفي المناطق المستصلحه والحديثه زي اللي احنا واقفين فيها النهارده احنا طبعا ورانا الري حاليا بالسنتر بيفوت او الري المحوري، ودي من احدث اجهزه الري اللي موجوده، وعندنا ناس برضه بتزرع في الاراضي الجديده على الري بالتنقيط او بتزرع على الري الثابت. كل ديت طرق ري ان انا اقلل استهلاك الميه عشان اقدر اوفر كميات ميه ان انا اقدر استغلها في المشاريع الكبيره اللي الدوله النهارده بتقوم بيها في الدلتا الجديده ومشروع مستقبل مصر وتوشكا وغيرها. احنا طبعا يعني عشان نوصل احنا عايزين نزود الرقعه الزراعيه بتاعتنا، والدوله بالفعل شغاله على هذا المنوال، ان احنا عندنا الدلتا الجديده النهارده بنتكلم في 2.2 مليون فدان بينضافوا للرقعه الزراعيه. المساحه ديت تقدر بحوالي 22% من مساحه مصر الزراعيه، دي كلها لسد الفجوه في المحاصيل بتاعه الحبوب والمحاصيل الزيتيه. الدولة المصرية من الوقت للتاني بتحاول من خلال وزارة الزراعة والخبراء الزراعيين إنها تقوم بحملات لزيادة رقعة الأراضي الزراعية لزراعة القمح، وده من خلال مراكزها البحثية. الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح هي الحقيقة ليها هدف رئيسي، هذا الهدف الرئيسي هو تعظيم إنتاجية محصول القمح بما يعود بالفائدة على المزارعين وعلى المحصول القومي الأول بتاعنا اللي هو القمح، وده بيتم عن طريق عدة طرق. الطريق الأول اللي هو إن الحملة بتساعد على نشر الأصناف المستنبطة الحديثة الناتجة بواسطة علماء قسم بحوث القمح في مركز البحوث الزراعية، فبما يعرف بالسياسة الصنفية. السياسة الصنفية المقصود بيها إن إحنا بنحط الصنف المناسب في أفضل بيئة يعطيني أفضل إنتاج. لو إحنا شفنا إنجازات الحملة هنلاقي إن إحنا إن الحملة القومية للقمح كان متوسط إنتاج القمح في سنة 1982 كان لا يتجاوز 8 أرداب أو 7 أرداب بحد. النهاردة متوسط إنتاج القمح في مصر تجاوز تقريباً 19-20 أرداب للفدان، فده إنجاز كبير
بالنسبة لمجموعة الحبوب وخاصة محصول القمح. اهتمام ما كبير بتوليه الحكومة للمزارعين والمستثمرين، سواء كان من معلومات إرشادية وتوفير الحبوب وورش العمل، وده كان سبب في زيادة إنتاج القمح خلال السنوات اللي فاتت. بالنسبة للتجول القمح بأنواعها، أنا زرعت مصر 3 وزرعت 171 وزرعت 614 وزرعت 4 أصناف، وبسم الله ما شاء الله يعني التجاوب معتمده وزي الفل وما فيش اي مشكله، وبنزرع بطريقه المصاطب، بنوفر في التقاوي وبنوفر في التسميد وبتجيب انتاجيه عاليه. السنه اللي فاتت على سبيل المثال كنت زارع فدانيين، السنه دي انا زرعت 5، كان عندي التحقيق من 14 ل 15، النهارده لما وصل معايا ال 20 و 23 بالمتابعه من المكافحه ومن الارشاد الزراعي في 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 الاداره في مديريه الزراعه بغرب النوباريه، حسيت ان انا بنوصل يعني لمعدل كويس. اكتر حاجه احنا بنعوزها عشان نزرع القمح ان احنا نبقى عارفين الاسعار اللي احنا هنبيع بيها، عشان اي حد بيبدأ عامل دراسه جدوى لنفسه بيشوف انا هكلف قد ايه والانتاجيه بتبقى قد ايه وهطلع قد ايه، فتبقى فيها مجديه ولا مش مجديه. فاحنا كنا دايما بنطلب ان السعر نفسه يعلن من بدري شويه عشان كل واحد يبقى عارف اقتصاديات الزراعه اللي هو هيزرعها. تاني حاجه الاسعار نفسها هتبقى مجديه، لان المستلزمات طبعا زي ما كلنا شايفين المستلزمات سعرها مرتفع، فاحنا كنا عايزين ان سعر القمح بس يكون مجدي للمصاريف اللي احنا بنصرفها، عشان تشجع ان انا مثلا لما انا ازرع السنه دي 500 فدان السنه الجايه ازرع 1000 فدان. استصلاح الأراضي وتوفير مية صالحة للزراعة ومواجهة الآفات، كلها ملفات نجحت الدولة في تنفيذها للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، باعتبار القمح أحد قطاعات الأمن الغذائي للمصريين. محمد الخطيب لصباح الخير يا مصر.